كعشاق لنادي القادسية أو لأي نادي كان، ايش اللي يمنع انه بالعكس شفنا التعاون الجمعيات التعاونيه. زين التذاكر الحين ابو ضاري عفوا، لا عشان اوضح لك وين يبيعونها الحين. عفوا خليني اوضح لك، لا التذاكر وين يبيعونها بالضبط؟ ما انا قاعد اقول لك مو قضيه بيع في مكان معين يبيعون عشان الجمهور يروح يشتري. عفوا يعني الاخ لافي ما الظاهر ما يتابع النشرات اليوميه، عندنا رساله يوميه قاعد نعمم فيها على كل الصحف تنزل الموضوع تتكلم عن الموضوع هذا من خلال التعليمات، من خلال شراء التذاكر، بيع التذاكر، طبيعه التذاكر، شنو نوعيه التذاكر اللي تصرف. فبالتالي هناك في خطة في توزيع التذاكر، يعني هذا شيء طيب. معظم جمعيات الكويت شرت أو خذت تذاكر وهي المسؤولة عنها، يعني هذا بالعكس شيء تشكر على اللجنة. بدال اللي بيتهم بالأحمدي يقدر ياخذ من جمعية الأحمدي، اللي بيتهم بالجهرة يقدر ياخذ من جمعية، يعني احنا وفرنا عليه فلوس بنزين ومسافة. يعني الحين اللي يروح للجمعيات يحصل، يروح الجمعية يحصل. إذا كان في جمعيات معينة ولا كل جمعيات الكويت ثلاث أربع احنا كتبنا عموما يعني كذا جمعيه بالعكس ليش ما نتعود على شيء؟ مجالس ادارات هم اشتروا تذاكر 200 300 400 حق المساهمين. ناصر هي عمليه تنظيميه وتعاون، هذا حق المساهمين شيء طيب كل الجماهير. والله شوف انا اقول لك يعني الجمهور مين هي؟ ما عنده جمعيه، ما عنده بيت، مو ساكن منطقه معينه، هم بالعكس هذا شيء طيب. يعني انا ما دافع عن نادي القادسيه او عن اللجنه عن ما يحصل بالنسبه للتوزيع التذاكر، ويعني يعني الاشياء اللي قاعد تصير احنا مو راضين عنها. بالنسبه للبطاقات العائليه ايضا اعتقد انت لو كنت عضو جمعيه بنادي القادسيه ما اعتقد امين السر او حتى رئيس النادي انه يمنع انك انه يعطيك، لكن احنا بعد هم نكون يعني نتعامل مع الحدث بعقلانيه اكثر. يجيني واحد يبي 20 تذكره، انا شاف من ان هذا الشخص 20 تذكره راح تروح في مكانه الصحيح. واحد يطلب لي دعوه عوائل عائلات مثلا 50 تذكره، انت تعرف طريقه ربعنا. فحتى لو تقول الحين المسؤول عن التذاكر الاتحاد الاسيوي، عفوا لا لا المسؤول المباشر نادي القادسيه، نادي القادسيه بالتعاون مع جمعيات الكويت. اللي حصل صراحه اسوء تنظيم، جامعه الكويت ايضا اسوء تنظيم، جامعه او جمعيات اي جهه كان المفروض يتم التالي. في شخصيات مشكوره تكفلت وشرت هالتذاكر، لهم كل الشكر والتقدير. نعم، والشيخ طلال الفهد وفواز الحساوي ونائب محمد المطير وابناء سعود عبد العزيز الباطين سعود وخوي. نعم، كل واحد 10,000. انا اعتقد لو كان الافضل ان هالتذاكر ما توزع بهالصوره، تكون موجوده في يوم المباراه في استاد جابر، وافتح الملعب الساعه 4 قبل المباراه 3 ساعات او حتى 3، واول 40,000 شخص مهتم يوصل قبل المباراه هذا يستحق انه ياخذ هالتذاكر المجانيه. لكن اي اوزعها باكر هذا مثل ما يقول ابو عثمان، هذا الشخص اللي اخذ 20 تذكره يا حطهم خذاهم شيء على بني جمل بروح، تروحون ما تروحون ما حد يروح، قطهم ومشى. انا خسرت 20 كرسي كذي، 20 مشجع ممكن يساعدني. هذا الوضع، اسلوب التوزيع اللي تم وهذا من اسوء ما يكون. التذاكر تقعد بالاستاد، لا تقول لي ان احنا وفرنا عليه، ما وفرت عليه شيء. هو بي الاستاد بيطالع الاستاد المباراه بالاستاد، اي الاستاد ياخذ تذكرته ويدش. لا بس في نقطة نقطة زين قبل خلنا عفوا، لا في نقطة ضرورية لازم نعرفها، نعرف الكل. ان باكر انت شلون يشتري تذكرة هو مو عارف وين الكاتيجوري اللي هو المنطقة اللي هناك مناطق. احنا موزعين الاستاد 36 جيت، 36 مدخل، مو كل احنا ما نبي يصير ضغط ايضا. هذه من ضمن بوابة عفوا، هذا حتى من ضمن الخطة الأمنية، الخطة الأمنية لازم تتعامل مع في مثل بس متعودين على 40,000. الحين البطاقة مو مكتوب فيها المدخل، لا مدخل ولا كرسي ولا شيء، البطاقة بس مكتوب عليها الفي اي بي بس، العائلات والفي اي بي والهذا، هذه العائلات والفي اي بي والدعوات هذه خاصة، تتكلم عن الجمهور العادي. الجمهور دينار وثلاثة بس مكتوب عليها، مو مكتوب لا مدخل ولا مخرج. شيء يعني هذا عموما يعني هذه اللجنه عموما. خلينا نطلع تقرير ونرجع بنشوف وياكم اعزائي المشاهدين تقرير عن اللاعبين القادسيه واستعداداتهم لهالمباراه ونرجع نكمل الحوار. الحمد لله الاوضاع كلياتها على ما يرام ان شاء الله، اللاعبين مستعدين ومصممين على انهم يعطوا كل ما عندهم ان شاء الله في هالمباراه حتى يسعدوا الجمهور القدساوي والجمهور الكويتي بالعموم، حتى يبقوا الكاس ان شاء الله بالكويت ان شاء الله تعالى. المباراه يمكن صعبه على الطرفين، يمكن على الاتحاد السوري انه برا ارضه وقادسيه يكون على ارضه وبين جماهيره. يمكن نقول لك نادي قادسيه الحين الحمد لله اخر 4 مباريات يمكن بنشوه، عرفت؟ عشان نشوه فوز ومستواه الحمد لله مرتفع،
وفريق الاتحاد السوري برا نحن مجموعات فريق قوي، ند قوي، لياقه قويه عنده، تنظيم لعب قوي، فاتوقع راح تكون مباراه صعبه على الفريقين. من اللي يلتزم بالاداء التكتيكي يمكن يكون نظم اقل اخطاء طول المباراه هو اللي يطلع ان شاء الله بالفوز. اتمنى التوفيق يعني حق الفريقين والاكثر ان شاء الله لنا ان شاء الله الفوز. المباراه هذه مهمه والحمد لله احنا لحد الان شايفين تفاعل الجماهير بهذه المباراه صراحه، واحنا ان شاء الله ما راح نقصر مع جماهير الكويت، انا ما قاعد جماهير القادسيه، نبي جماهير الكويت كلها توقف مع نادي القادسيه، وان شاء الله باذن الله ما راح نقصر نحرز البطوله باذن الله. القادسيه بمن حضر، يغيب فلان يرجع فلان، خلاص هذا نهائي ما في اعذار، لو اقول لك 10 لاعبين موجودين هم ماكو اعذار لانه نهائي. فان شاء الله انتم قاعد تشوفون حماس اللاعبين الكل يبي المباراه، فان شاء الله يا رب ان شاء الله مع دعوات اهل الكويت ان شاء الله نشوف الملعب مفول كله لابس اصفر، ان شاء الله نبيضها لهم يا رب. حياكم الله اعزائي المشاهدين، وان شاء الله دعوات اهل الكويت كلها اللاعبين القادسيه. احمد عجب قال نحتاج دعوات، بظهري لاعبين القادسيه متفائلين ان شاء الله. ان شاء الله واستعداد للمباراه طيب. واضح هذا شيء طيب ولله الحمد، يعني دائما احنا لاعبين دائما مرفوع الراس ان شاء الله وريايل وعند الحاجه مثل ما نقول. بس في نفس الوقت مثل ما اشرت انا في اكثر من مناسبه، التواضع شيء ضروري جدا وعدم المبالغة في الثقة هذا أمر. ويعني أنت لاعب وصلت لمرحلة، يمكن رضا معرفي أشار إلى نقطة مهمة جدا جوهرية أن المباراة النهائية هي أسهل مباراة، وطبعا رضا ما تكلم ما جابها من فراغ بحكم الخبرة، ودائما نجد أن البدايات هي بالفعل الصعبة، لكن المباراة النهائية يعني لا الله كاتبه لك بيصير سواء رضيت ولا أبيت، وين الله كاتب لك البطولة راح تأخذ البطولة، بجانب طبعا الروح القتالية، بجانب الرغبة، بجانب أنهم يسعدون الناس طبعا والجماهير المتعطشة لمثل هذه البطولات. وإحنا وصلنا مرحلة يمكن ناصر توافقني الرأي إثر الإخفاقات الكثيرة بالحقيقة في الجوانب الإدارية وسبب تراجع مستوى الحركة الرياضية عموما بشكل، أنا أعتقد بأن الجماهير خاصة النش هذا الصغير اللي تشوفه يشجع عمر 15 سنة وفيما فوق، هذا إن شاء الله راح يربع على انتصارات، ما راح نستمر في الإحباطات اللي أعتقد ملينا منها. لا إن شاء الله ما كلك الخير، وصلنا للنهاية وإن شاء الله الأزمة خلصت وكل شيء على ما تبي يا أبو ضالي. إن شاء الله. هيثم، لاعبين القادسيه في لاعبين شباب، لاعبين ناشئين، لاعبين صغار، ايش تتوقع المباراه باكر؟ والله شوف هم الشباب ذيل الصغار اللي هم كبار صراحه في كبار بافعالهم ان شاء الله صحيح. دخلوا روح جديده هالموسم يعني صراحه من دشوا ولقينا انه في روح جديده بالفريق، نشاط حماس فقدناه باخر سنتين، صار عندنا رتابه باللعب بالقادسيه، اللاعب يلعب يقول هادي تمشى بالملعب، تعود على انه يقول، تعود على انه يشيل البطوله، احنا تعودنا، فذيلا بثوا الروح بالفريق مره ثانيه، بثوا الحماس، متعونا يعني، فيهم لاعبين صراحه يمتعونك يعني، ما يعني طلال عامر، عامر المعتوق، عزيز مشعان، كلهم هذيلا لاعبين، عمر محمد، عادل مطر، هذيلا كلهم طالعهم لقدام، ذيلا مستقبل القادسيه، ذيلا وجودهم ايجابي جدا على الفريق. اسمعي اتصال معنا، اتصال من اخونا محمد الشافعي. ارحب فيك اخوي ناصر وبضيوفك الكرام وخصوصا هيثم رمضان. يا اهلا وسهلا. بس عندي سؤالين حق اخوي هيثم. تفضل. ابي السؤال الاول بخصوص اللاعب كيتا، سمعنا ان في دعوه موجهنا له عشان المباراه النهائيه حضرها ويكون له تكريم لانه هو لعب الادوار الاولى بالبطوله. السؤال الثاني محمد. والسؤال الثاني بنعرف التنسيق بس الرابطه باكر، سمعنا ان في كنا مفاجاه او بيوزعون اعلام على الجمهور، وين بيقعدون بالضبط؟ شكرا محمد يعطيك العافيه. باكر كيتا له دعوه بيحضر المباراه والجمهور مجهز اعلام، وين بتقعدون باكر؟ قاعد يستفسر. بالنسبه لموضوع كيتا ما عندي علم عنه، يمكن تسال اعلنوا هم انا قرانا بالجرايد بس ما عاد موافقه نادي العين انه بيحضر او لا ما ادري، هذه سال عثمان يمكن يفيدك اكثر مني. بالنسبه للجمهور باكر احنا راح نقعد في المدرج المواجه مقابل مقصوره بالضبط بالهلالي، بس الملعب الحين ما فيه هلال لانه لا الحين كابل. ما شاء الله دائري دائري اكتمل اكتمل نعم الهلال صار قمر باستاد جابر ان شاء الله. صحيح. راح نقعد هناك وفي مفاجات يعني صراحه للجمهور، المفاجاه اسمها مفاجاه ما تصير الا في الملعب. لا هو يسعى الاعلام بتوزعون اعلام مثلا في 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 شيلات جديده في كل شيء، في اغاني جديده يعني، نشكر الفنان شعبان عباس شعبله انضم عندكم خلاص الحين شعبان ايه سوى 200 حق القادسيه وهو الحين صار من ضمن الرابطه، هو اساسي من زمان، احنا شعبله صديقنا يعني نعم حبيبنا زمان. هو من اول شجع القادسيه ويحضر ويانا يعني
هو كان كله قاعد في المنصه الموسم اللي طاب. لا لا سحبناه الحين خلاص وياك. خلاص تيتناه عندنا يمنا صار. بس العقل قاعد وياهم. العقل ما يبي وياهم. ابو خالد بالمستقبل اني ان شاء الله. اللي مع الشعبان شو اسمه صاحبه اللي دايم معاه سمعه سمعه مو وياك في الرابطه هي قد تساوي قد تساوي بحته هو ما عليه خلاف بس بينضم للرابطه بعد. قطع لانه عنده مشكله نظر ما يشوف عدل هو. ما يشوف شر ان شاء الله نمسي عليهم في الخير فصلنا نظاره باكر. بضالي محمد عفش صرح في المطار قال احنا فريق صغير والغاتسي راح يفوز واحنا متوقعين. شلون تظل هذا التصريح؟ طبعا مثل ما قلت لك انا اللي ادرت المؤتمر الصحفي الامس هو رئيس النادي محمد عفش صرح في المطار. رئيس النادي دائما التصريحات الاداريه تختلف عن التصريحات الفنيين عموما. في بعض الاداريين شويه يشطون يعني مثلا يتدخل في الجانب الفني ومع انه مو مجاله على اساس انه ما يعطي فرصه ايضا حق المدرب انه ياخذ راحته. يعني هذه امور دائما من حق الفريق انه يفرح ويصرح ويقول كل اللي عنده قبل المباراه من حق الواحد. لكن سواء كان بالنسبه للاداري بالذات انا احدد وينك اذا خسر فريقك. يعني في بعض الاسف مع الاسف في بعض الاداريين بعض الهزيمه تلقى ما تشوفه قبل الهزيمه يدور وسائل الاعلام بشتى اشكالها عموما. فمن حق اي انسان خاصه اذا كان رئيس نادي يعبر عن شعوره استعداداته وهذا اعتقد حق مشروع. احنا الحين تحكينا عن الكل الا محمد ابراهيم بنواف. بنواف ما اعطنا حقه. محمد عفش ممكن يكون تصريحه هذا انه يخفف الضغط على لاعبينه. لا ننسى ان لاعبينهم قبل يوم تم تكريمهم من محافظ حلب. انزين وكانه يطالبوهم بالفوز دائما التكريم طبيعي واصل للنهائي مطالب بالفوز صح. فممكن تصريح رئيس النادي هو محاولة التخفيف على اللاعبين خاصة أن اللاعبين ما عندهم مجال وايد صغار يعني بالعمر مو ممكن ناصر خبرة. أنا مساع ما استرسلت في موضوع منع اللاعبين من التصريح. أعتقد ما شاء الله إحنا خبرتنا كافية. كم دورة خليج تقريبا 4-5 دورات خليج الحمد لله وهذا أمر طبيعي. يعني أنت شفت قاعد ندور الخبر بالتفق مثل ما يقولون صحيح. وعانينا من الـ من الـ من السياسة هذه عموما خاصة بالنسبة للمباراة المهمة. ناصر برجع لك معنا مداخلة. معنا اتصال من يوسف المطيري. ألو يعطيك العافية يا أخوي. هلا أخي يوسف يا مرحب. بترسل بخصوص المباراة باكر. أنا بصراحة دورت تذاكر بكل مكان ما حصل. إذا أحصل بالستاد جابر باكر يعني ما له داعي أنت عنا أنا ويالي وما حصل شيء. والله رئيس المركز موجود بيجابك إن شاء الله عبد الحميد الشيخ. يا عليك والله. سرعة قطعنا العلي. عبد الحميد الكل يشكي من تراك صراحة هذا أمر مو طبيعي. إي طبيعي. لا بالعكس يمكن الحلقة هذه صارت قوية عشان التذاكر. لأن ما في تذاكر الجمهور وشلون بيدش المباراة بدون تذاكر. والله حسب معلوماتي أنا ما أبي أجازف مثل ما قال لك هيثم. لا أنا صراحة أقول لك يعني في نية ان شاء الله راح توزع بس ما عندي يعني احنا نخاف منه ان باكر الجماهير كلها تزحف بالاف مؤلفه يعني وبالتالي راح يكون في حراج. فانا انصح اي شخص إن كان يرغب في التواجد والحضور انه يراجع جمعيه التعاونيه. ايضا هناك جامعه الكويت. انا شايف على فكره ناصر ما شاء الله عليهم طلاب الجامعه متحمسين بشكل مو طبيعي. هم الشباب هذول قاعدين يحضرون ناس التدريبات يعني. تدريبات النادي وتدريبات الفريق السوري. اشوف كل واحد بيسوي شيء. يعني امس شفت شيء قدام عيني ما شاء الله عليه وبوجود الشيخ طلال فهد جو متطوعين اثنين شباب حلوين يبدون مبادرة انهم يتكفلون في مشروع يكلفهم 10,000 دينار. تخيل يا ناصر يعني احنا والله الحمد لله شيء طيب. هذا الشباب الكويتي ترى احنا اعتدنا على مثل هذه الامور. يعني الان اصبحت حتى المادة مو مشكلة بالنسبة للناس اللي تحب هذه الارض اللي تحب هذا النادي او اي نادي اخر. هذا شيء طيب ايضا يضاف لانجازاتنا السابقة. احنا بس احب اذكر مشاهدين الكرام قاعد نتصل ونحاول في الاخ وليد الانصاري مو قاعد يرد علينا. هو طبعا امين سر نادي القادسيه وهو يملك الصلاحيه الكامله يوجه هذه الجماهير وين من وين تشتري هالتذاكر. فنتمنى من الاخ وليد انه يعني يصرح في الصحافه في الاعلام يوجه الجمهور بدل ما الكل تايه مو عارف وين يشتري هالتذاكر. يعني نتمنى ان يكون يعني متجاوب اكثر. سؤال مقدم يعني سؤال نيبه مقدم. توزيع 40,000 تذكرة وتوزعت يقولون وتيجي باكر تنصدم الحضور ما يطوف 10,000 علامة استفهام كبيرة راح تصير عدل ولا لا؟ صحيح. أنا من هني أنا يعني مع احترامي أخوي أبو عثمان ترى يعني بعمر الوالد خبرة
انا ما اقدر اتكلم الا بمعلومه صحيحه. لا لا انا ما اقدر اتكلم بلسان صلاحياتك ما تكلم. عندي صلاحيه نتكلم بس لا يعني هو ينسى. لا بس احنا كان موعدنا يكون هو ضيفنا معاكم ولا يجاوبنا ولا قاعد يتصل، وقاعد نتصل فيه يا اخ وليد نبي نعرف من وين التذاكر.